الموسيقار طاهر ماملي، يا مرحبا فيك على منصة 7 ميكس. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لفريق كل العمل 7 ميكس إلى نقطة محبة بقلوبنا جميعا والقائمين عليها كذلك. أنت غالي كتير عقلوبنا. اليوم هيدا المشاركة مو الأولى، دائما سباق بدعم الأعمال والفعاليات الخيرية. تخبرنا شوي اليوم بدعمك لجمعية سورية لدعم مرضى السرطان. واجب على كل فنان مثل ما بتعرفي انه يدعم هكذا جمعيات، لانه هي بالاخير جمعية خيرية، واليوم نحن بأمس الحاجة لنوقف مع بعضنا ان كان فنانين وان كان افراد. فاكيد اليوم كشف المبكر عن مرض سرطان الثدي والكلف الغالية كتير اللي عم تكلف المرض والمصابين محتاجة لدعم وحملات، مو بس حفلة، حفلات. فهذا انا شفت في تشجيع واقبال حتى من الساتذة الفنانين كانوا موجودين ليدعموا هالحملة، وبتمنى انه كمان غير طاهر ماملي يعمل حفلة يكون ريعة لدعم الجمعيات الخيرية. اليوم بالموسيقى وبالفن قدرنا نرسم ضحكة، نزرع امل ونزرع تفاؤل بقلوب كل حدا هو فعلا بحاجة هيدي الكلمة الحلوة. قد اليوم بتشوف الفن والموسيقى مهمة على صعيد دعم هذه الاعمال والفعاليات الخيرية؟ هلا الموسيقى سلاح ورديف للبارودة بالأخير. نحن ثقافتنا استهدفت، نحن لما شفنا عم يدمروا التماثيل والقيم والثروات الفنية الموجودة بهالبلد وتاريخها وإرثها الثقافي، عرفنا أنه الثقافة مستهدفة كمان مثل ما استهدف كل شيء. وبالتالي نحن بالدفاع عن ذلك واجبنا كمؤسسة وكمؤسسة دولة وكأفراد إذا بدك أنه نحافظ على هذه الثروات إن كان الموسيقيين أو المغنين. النجم عباس نوري، أهلا وسهلا فيك على منصة 7 ميكس. أهلين يا رؤى. أستاذ عباس، تخبرنا اليوم عن مشاركتك بدعم الفعالية اللي أقامتها الجمعية السورية بقيادة المايسترو طاهر ماملي. يعني مشاركتي هي بالتأكيد يعني نوع من المشاركة بالدعم وليس الدعم كله، لأنه الدعم الرئيسي كان بالفعالية اللي مساويها الأستاذ طاهر ماملي وفريقه الكبير، الشيء المهم اللي قدموه على المسرح. أنا بحب شغله لطاهر ماملي وبتابعه باستمرار، وأي فعالية هو بيساويها أنا متأكد من مدى إنسانيته ومدى أهدافه النبيلة اللي ممكن هو يشتغل عليها. فأنا إذا كان حضوري بشكل حال الدعم فبكون يعني ما لي فضل فيه ولا مني، بالعكس أنا عم أدي أقل الواجب.